الباجيت. الخبز الفرنسي الأشهر بات على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي، إذ تحمل خبزة الباجيت قصة تراث وتقاليد عريقة، وهي أيضاً قصة صنعة واحتراف يخبرنا بها الحائز على لقب أفضل خباز فرنسا الخباز محمود مسدي، وهو فرنسي من أصول تونسية. تحب تعمل أحسن خبز في العالم يزمك فرينة ما ملح خميرة وكما نقولوا ساعات انتي سكري ما نقولوش، كل واحد يحط لي حب عليه تخلطهم ويجيك اقوى خبز. لخبز الباجيت مكانة مميزة على موائد الفرنسيين، لكنه يعاني من منافسة محال الأغذية الكبرى التي تنتجه بجودة منخفضة وبسعر اقل. يرافق الخبز كل الوجبات في فرنسا منذ عقود، ومع مرور الوقت تحسنت باستمرار نوعية الخبز مع تحسن نوعية القمح المستخدم. خدمت في أحسن بولونجري اللي هي ربحت لا ميليور باغيت في باريس، وعند التوانسة يعني صراحة وبزاف لي باريزيان اللي يجيو عندنا باش يكومونديو هاد لا باغيت، وشرف ليا أن تكون أحسن تراديسيون في باريس. رغم تراجع استهلاكه خلال العقود الأخيرة، لا تزال فرنسا تنتج نحو 6 مليارات من خبز الباجيت سنوياً. خبز الباجيت معروف في بلدان غربية وعربية عديدة، لكنه اليوم دخل باب العالمية من بوابة اليونسكو. عز غريب، سكانوز عربية، باريس.